أعزائي المشاهدين، تلعب اليد العاملة العمانية دورا كبيرا ورئيسيا في تشغيل مصنع مجمع النحاس في صحار، ويسرنا الآن أن نلتقي مع أحد الشباب العاملين في هذا المصنع. ممكن تعرف نفسك على سادة المشاهدين؟ نعم، الاسم مهندس منير الخصيبي، واشتغل هنا في شركة عمان للتعدين صار لي تقريبا 6 شهور. اخ منير، نبي نعرف طبيعة عملك في المصنع. كمهندس تخطيط الصيانة هنا في المصنع مع معدات الشركة بصورة عامة، اقوم بتخطيط الصيانة على عدة معدات المصنع، كذلك المعدات الموجودة في مدينة السكنية مجان. اخ منير، ايضا متى التحقت في العمل بالمصنع هذا؟ التحقت في العمل هذا في بداية شهر 6 في العام هذا، العام الماضي اسف. ايضا يا حبذا لو تحدثنا عن مراحل تصنيع النحاس. طبعا هناك يتم استنتاج الخام من المناجم، وبعدين تجميعها على مكان معين، ومن هناك بعدين يتم تكسيرها مبدئي على الكسارة هذه اللي موجودة هنا، وثم إلى مصنع التركيز لتطحينها قبل دخولها إلى مصحر كهربائي اللي يتم عملية الذوبان لحتى تروح إلى المصفات اللي هي عملية الأخيرة الموجودة عندنا، ونسبة نحاس من هناك هتكون نسبة صافي تقريبا 99.97% من نحاس صافي. مهندس منير، هل هناك أيدي عاملة عمانية تحت إشرافك في هذا المصنع؟ تحت إشرافي هناك ما يقارب على 4 أو 5 فنيين عمانيين، منهم فني مواصلات، فني كهربائي، فني هندسة ميكانيكي، وفي نفس الوقت هناك فني أجهزة دقيقة. أخ منير، أنت قبل شوي قلت أنك فقط التحقت بالمصنع قبل 6 أشهر، فيا ترى وين كنت تشتغل قبل كذا؟ قبل ما التحقت بالشركة كنت أشتغل بشركة طيران الخليج، ومقر العمل كان في البحرين، وبعدين قررت أني أرجع إلى وطني على أساس أخدم بلدي في مجال الهندسي. بالنسبة للطيران، مرحلات الطيران كانت إضافية بالنسبة لي، لأن أخذت هندسة ميكانيكي قبل الطيران، فلذلك لما سمعت أن هناك توجد مصنع نحاس أو مشروع نحاس في صحار، قدمت طلبي لأساس التحق بالشركة لحتى أخدم وطني في مجال فني وصناعي في عصر التكنولوجيا هذا. شيء عظيم جدا أخ منير، وربما سؤالنا الأخير هو ما هي نظرتك لمستقبل هذا المصنع؟ مستقبل هذا المصنع بصراحة يعني عظيم جدا، وخصوصا في مجال الفني. الشباب عمانيين اللي موجودين هنا واللي بيجوا مثلا اللي تخرجوا في مجال فني راح يحصلوا خبرة واسعة جدا في مجال هندسة، وخصوصا في مجال هندسة ثقيلة. فبالنسبة لي هذا أحسن ما حصلت يعني في مدة كبيرة جدا. أخ منير، احنا شاكرين لك جدا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم، ونتمنى أيضا لكل يد عاملة عمانية التوفيق في كل مجال من مجالات العمل. شكرا. شكرا لك،
واشكر على وزاره الاعلام تعطاني الفرصه هذه اللي اشرح لكم عن مجال او مراحل تنقيه النحاس هنا في صحار. احنا شاكرين. شكرا.